موفد القناة الأولى من بكين على أرشوان. نتابع تفاصيل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بكين. علاء، إليك، تفضل. صباح الخير بسنت، صباح الخير مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. نحن الآن في قلب القصر الرئاسي بوسط العاصمة بكين، متابعين لوقائع وفعاليات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية التي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذه هي الزيارة السابعة الرسمية التي يقوم بها السيد الرئيس إلى العاصمة الصينية بكين، انعكاسا لقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين، وانعكاسا ايضا للدور الهام المحوري الذي تلعبه القاهرة في محيطها الاقليمي على كافة الاصعدة، وانعكاسا لاهتمام الجانب الصيني بتوطيد هذه العلاقات والبناء على ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية. بعد اقل من ساعة يبدا السيد الرئيس فعاليات هذه الزيارة الرسمية الهامة بتوجه سيادته الى ساحة الشعب ليس بعيد عن هذا القصر، ربما اقل من كيلومتر واحد سوف يتفقد سيادته ساحة الشعب ويضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ليتوجه مباشرة إلى القصر الرئاسي لتجرى مراسم الاستقبال الرسمي لسيادته بعزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف لتنطلق من بعدها وقائع القمة المصرية الصينية الهامة بين الزعيمين. قمة تأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة العربية والعالم ربما بأسره بالعديد من التحديات والمتغيرات سواء الجيوسياسية منها أو الأمنية. هذه القمة سوف تتناول عدد كبير من موضوعات التفاهم والتعاون المشترك بين القاهرة وبكين. نتحدث عن الشق الثنائي، حيث سيجري من المنتظر أن يجري استعراض لمجمل العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة وبكين، خاصة على الصعيد الاقتصادي في ضوء الطفرات المتلاحقة التي حققها هذا التعاون سواء على صعيد الاتفاقيات الثنائية. نتحدث عن توقيع أكثر من 65 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم بين القاهرة وبكين طوال العشر سنوات الماضية، ربما أهمها توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014، والبناء على هذه الاتفاقات وهذا التعاون الاقتصادي الهام. مصر هي أكبر ثالث شريك اقتصادي للصين في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حجم الاستثمارات الصينية المباشرة يناهز ال 12 مليار دولار في عدد كبير من القطاعات بالاقتصاد الوطني. نتحدث عن قطاع اللوجستيات، الإنشاءات والبناء التحتية، الكهرباء والطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، التصنيع الدوائي، الزراعة، السياحة وغيرها من كل هذه المجالات التي تم بالفعل تنسيق وتعاون بين القاهرة وبكين لدعم العمل المشترك من خلال هذه الأنشطة وهذه القطاعات واستشراف مستقبل هذا التعاون، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري. بطبيعة الأحوال القمة ستنتقل أيضا لمناقشة عدد آخر من ملفات التنسيق والتشاور بين القاهرة وبكين. نتحدث عن مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية في المنطقة على الصدارة منها وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، وسط تطابقا في الرؤى ووجهات النظر بين الزعيمين حيال ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة ودعم ومساندة الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67، والبناء على التنسيق المشترك بين القاهرة وبكين في كل المحافل الدولية والإقليمية. كان ولا زال الدعم الصيني لكل المواقف العربية والمصرية خاصة في كل المحافل الدولية والإقليمية لا زال مستمر، ويجرى خلال هذه القمة الثنائية بحث مزيد من التنسيق والتشاور بين الزعيمين حيال هذه القضية تحديدا وقضايا ومستجدات أخرى. نتحدث عن قضايا مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة وغيرها من هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك. أحد أهم الملفات التي سوف تكون مطروحة أيضا خلال هذه القمة هو منتدى التعاون العربي الصيني الذي يدخل عامه العشرين منذ تأسيس هذا المنتدى كأحد أهم آليات التعاون والحوار المشترك بين الجانبين العربي
العربي والصيني عام 2004، مصر والصين كانتا ولا تزالا هما أصحاب أو صاحبة المبادرة لإنشاء هذه الألية الهامة التي تم البناء عليها لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. سيجرى تقييم لما تم إنجازه واستشراف مستقبل هذه الألية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي للاجتماع الوزاري العاشر، كضيف شرف رئيسي لاحتفاء بمرور 20 عام من هذا تأسيس هذا المنتدى، وإلقاء كلمة هامة يستعرض خلالها ما تم إنجازه السيد الرئيس خلال الفترة الماضية واستشراف مستقبل هذه الألية من آليات التعاون المهم. السيد الرئيس سوف طبعا يواصل نشاط سيادته خلال هذا اليوم بعد الانتهاء من القمة المصرية الصينية الثنائية. سوف يستقبل السيد الرئيس هنا أيضا بقصر الشعب رئيس مجلس الوزراء الصيني، ومن بعده رئيس مجلس النواب الصيني لدعم وتعزيز علاقات التعاون سواء الاقتصادي أو البرلماني وغيرها من أوجه العلاقات مع الجانب المصري والصيني، وسط إرادة سياسية قوية متوفرة لدى الجانبين لدعم وتوطيد هذه العلاقات في المرحلة المقبلة لزيادة التنسيق والتشاور حيال المستجدات الإقليمية أو فيما يتعلق بدعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي والبناء على ما تحقق. جدول أعمال السيد الرئيس خلال هذه الزيارة جدول حافل ومتخم بالعديد من الملفات والقضايا، قضايا تفرضها اللحظة الآنية سواء في المنطقة العربية أو في العالم، أو فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون وأطر التنسيق والتشاور على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تحديدا بعدما تحقق من طفرات ناجحة بين بكين والقاهرة للتعاون في هذا الإطار تحديدا والبناء على ما تم تحقيقه. نعم، موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة الصينية بكين، بالتأكيد ننتظر عدد كبير جدا من النتائج هنا في القاهرة من لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتأكيد عدد كبير من الملفات الاقتصادية والسياسية بتنتظر القيادة السياسية هناك.